ماليش دعوة ماليش دعوة. هو جابر، هو جابر اللي قالي أنا حاملة عشان أنا سمعت الكلام. بس حقك علي يا ستي، حقك علي. أنا سهل ده ضرب الجزم، أنا هسهل ضرب الجزم. هنفضل كده كتير؟ مش هنشوف حالنا بقى ولا ايه؟ يا بنت خلاص، اللي راح راح، هو وربنا افتكروا وريحهم الدنيا اللي احنا فيها. احنا بقى نعمل ايه؟ نعيشها ونستمتع بيها ولا نحط ايدنا على خدنا؟ مش انا اتطلقت من عبد العزيز؟ وانت قبضتي الثمن قبل ما اتطلق؟ قبضت ايه يا اختي؟ يا حسره، ده انا يا دوبك بدفع ايجار الشقه وشويه الهلاهين اللي جبتهم وحتتين الصيغه. ده انا كنت فاكره انهم مش هيخلصوا. المفروض بقى نعمل ايه؟ نروح لعبد العزيز. بعدين؟ انا فكرت في اللي حصل بينك وبينه وعرفت هو طلقك ليه. ليه؟ وجعتي دماغه. الرجاله ما تحبش الزن، قعدت تزني تزني تزني. انت عارفه؟ لو كنت قلتي له أنا تحت أمرك واللي أنت عاوزه وأنا مداس تحت رجليك كان هيبقى يا بيه! يا بيه! أنت ما بتفكريش غير في الفلوس؟ اتجنيتي؟ مش فارق معاكي حاجة؟ مش فارق معاكي روحي لراجل كل همه في الدنيا ننام معايا بعض؟ إيه يا شيخة؟ إيه؟ أنا هقول لك على حاجة حلوة أوي، هتتبسطي. روح قول لعبد العزيز انا مستعد اتجوزك، هو هيقبل. اسمعي كلامي عشان تبقى البنت امها، حاجه جديده ما حصلتش. فهمتي؟ فهمتي؟ والنبي اتجننتي. امسك الخشب يعني؟ انت عمرك ما تحسدي يا جليله. فتحي انت مبسوطه قوي. انا حاسس ان انا فعلا عايش صح، وكل خطوه بخطيها صح 100%. انت عارفه انا باخد كام في المكتب اللي انا شغال فيه دلوقتي؟ هو انت سبت شغل الجامعه؟ انا كنت شغال امن، وبعد ما خدت الدبلومه اشتغلت في مكتب المحاسبه اللي انا فيه دلوقتي. اول مرتب جبت منه البدله دي دفعت فيها كل مرتبي. بس انا مش متضايق ولا زعلان، لاني بعمل نفسي. انا مبسوطه قوي انك مبسوط. جليله، انت كنت قلت ان انت كمان هتكملي دراسات عليا وعايزه تاخدي كورسات وتكملي دراستك. طبعا، بس مش وقته. انا عارف ان كلامي ده ممكن يكون تقيل عليك، بس احنا كنا غلط يا جليله، عشنا غلط. كان كل طموحنا الفلوس وبس، لكن الطموح مكانه وفلوس يا جليله، صدقيني.
تتصوريش قد ايه ببقى مبسوط لما بدخل المكتب الصبح وامسك ملفات الشغل والاقي نفسي في معلومه جديده بعرفها وشخص جديد بعرفه له مكانه ووضع. قد ايه ببقى سعيد لما بجيب كتاب عشان الاقي حل المشكله حسابيه او ارفع سماعه التليفون عشان اعرف حل المشكله قانونيه. ياه قد ايه انا كنت غلطان في حق نفسي لما سبت شغلي ومجالي ورحت اشتغلت في اي حاجه. ده اتغيرت قوي يا فتحي. انت كمان لازم تتغير يا جليله. كلنا لازم نتغير. لازم نفكر صح بقى. مش لازم نستسلم. مش لازم نشغل بالنا بالحاجات التافهه. الحياه اكبر واحلى من ان احنا نشغل بالنا بمين قال ومين عاد وده حبني وده كرهني. مش لازم نحط في دماغنا ان احنا نعيش اي حاجه وزي اي حد يا جليله. يلا بقى عشان اوصلك. طب وشغلك؟ لا انا لسه قدامي ساعه على الشغل. يلا بينا. يلا بينا. يلا. بشري عبد الحكيم لغى الميعاد وبيبلغ حضرتك ان هو اضطر للسفر، يعني هيرجع يوم الجمعه. يعني لو ممكن حضرتك تخلي الميعاد السبت لو تحب. وكمان شركه المنار عايزه حد من القسم الفني يروح يستلم الوحدات اللي خلصتها. وبيقولوا كمان ان هما بيتصلوا بقسم العلاقات العامه ومحدش بيرد خالص. حاجه تانية؟ لا. طب اتفضلي يا عليا، اقعد انا عايزك. انت مبسوطه معانا في الشركه؟ اه طبعا جدا. انت عارفه عليا ان انا بشتغل في الشركه دي من وانا بدرس في الجامعه. عمري في حياتي ما شاركت في نشاط الطلاب ولا رحت معاهم رحلات. علاقاتي في الجامعه كلها كانت سريعه. عمري ما حسيت ان في حد قريب مني. اه بس ده عاد على حضرتك بشكل هايل، يعني انا شايفه ان مفيش حد في سن حضرتك في المكانه دي. ومين في سني ما عاش الحياه اللي انا عشتها؟ مين في سني ما كونش عيله؟ زماني دلوقتي معايا مراتي وثلاث اربع عيال كمان. بس يمكن يكون ربنا شايل الافضل والاحسن. نعم بالله. هو انت ما حبيتيش قبل كده عليا؟ لا. ولا سمير؟ هو سمير انسان محترم جدا وانا بحترمه قوي، بس هو كل الحكايه ان هو وقف جنبي وانا برد له جميل مش اكتر. هو انت ليكي قرايب تاني غير حسني ده؟ لا. صحيح هو عثمان بيه كان قال لي انه بابايا اسمه يشبه اسم عمك. هو كان متجوز؟ لا معرفش، اصلا انا كنت صغير ساعتها قوي فما كنتش فاكر كويس. هو كل اللي انا فاكره ان هو اختفى من حياتنا خالص. تقصد مات؟ لا اختفى، بس انا كنت اكتر واحد بحبه في العيله بعد ابويا. يعني هو انت فاكره؟ طبعا، ده انا كنت بحبه حب. كان كل عيد بيديني العيدية وكان بيديني في كل مناسبة يعني فلوس كتير. أنا كل اللي فاكره إن هو كان عايز يتجوز واحدة وجدي رفض إن هو يتجوزها فقرر إن هو يطفش من البيت وما نعرفش أي حاجة عنه لحد دلوقتي. واحدة؟ طيب وأنت تعرف عنها حاجة؟ لا معرفش طبعا. أقول لك على حاجة، أنا كل ما تيجي قصة عمي دي قدامي بستجدعه قوي. على الأقل إن هو اتجوز واحدة بيحبها وانا متاكد ان هو عاش مبسوط وسعيد. مفيش حد في الدنيا محتاج اكتر من حد يكون جنبه وبيحبه بجد. كنت فاكرك هتقول عليها مش كويسه. مش كويسه ليه؟ وعشان جدي رفض ان عمي يتجوزها تبقى مش كويسه؟ يمكن ربنا راضي عنها اكتر منه. احنا بس اللي بنحب نعقد الدنيا قوي. قولي هو عمك كان عنده ولاد؟ مش عارف، معرفش حاجه عنه لغايه دلوقتي هو فين. أنا لو كنت عرفت له طريق أو سكة كنت رحت له لحد عنده. نفسي أعرف هو مدفون فين وأروح أقرأ له الفاتحة. هو أنت ما عندكش صورة ليه؟ آه عندي صورة ما بشيلهاش من محفظتي أبدا. اتأثرت بكلامك والصورة، شكله كان بيحبك أوي.
تميمة ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ تعالي اتفضلي. الحمد لله. وحشاني قوي. انت كمان قوي يا مريم. عاملة كفتة تحفة. تاكلي معايا ولا هتخافي من اكلي؟ لا خلاص بقى، انا عرفت ان اللحمة بتيجي من عند عم احمد الجزار. عاملة ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزة اكلمك يعني في موضوع كده ومش عارفة اذا كان ينفع ولا لا. قولي يا تميمة. اموريني. طبعا يا حبيبتي. امير عيان، انا في كلام لازم اقوله لك ومش عارفة اذا كان هيزعلك مني ولا لا، بس لازم اقوله. امير بيحبك قوي. امير راجل وجدع وطيب وحنين، عمر ما حد في الدنيا دي واقف معايا قده، عمره ما فكر في ايه مصلحته انه يقف جنبي، راح معايا اخر الدنيا وما قالش انا مالي ومالها. انا عارفه ان انت من دين وهو من دين، بس انا سالت وعرفت ان مش مشكله. عارفه يا تميمه، انا هقول لك على حاجه. قولي. والله ما تخافي، انا عارفه ان الستات ما بيبلش بقهم فوله، بس انا غير كده. للاسف انا بحب امير. طب الحمد لله. بس للاسف برضه في حاجات كتير قوي لازم احطها في اعتباري الاول. مش فاهم. الجواز يا تميمه مش اتنين بس بيحبوا بعض، في حاجات كتير قوي لازم تبقى موجوده الاول. التفاهم والتعايش، لازم الاتنين يبقوا شبه بعض. ياما بيوت اتفتحت واتبنت على الحب وتهدت في اول خلاف فكري. مش فاهمه ومش عايزه افهم اللي انت بتقوليه. كل اللي اعرفه ان امير تعبان وان الزياره منك هتخليه كويس ومبسوط، وانا عايزه اشوفه كويس وفرحان. انت طيبه قوي يا تميم. خلاص انا هزوره، بس عشان زياره المريض وجبه بس. والنبي انت زي العسل. شفتي بقى، هتاكلي معايا بس اللحمه من عند عم جرجس مش عم احمد. ايه؟ انت متجوزة؟ ردي عليا، انت متجوزة؟ كنت متجوزة. ودلوقتي؟ أرملة. طيب وبعدين؟ ايه؟ مفيش أي حاجة تانية عايزة تقوليها؟ لا. عن إذنك شريف. شريف 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 شريف. Thank you.
يعني ما لقيتش مكان غير ده يا حسني؟ طب بذمتك يا بوب، اتأخرت ولا حاجة على ما مشوار تجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. صراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، انت زودتها خالص، هو كان هياخد بالي. كنت عايزني اعمل ايه؟ سيبك انتي، عليا النعمة انت منورة الدنيا. انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا، بس بقى انا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة وهتعجبك قوي. عندي هنا بقى في الأوضة دي سرير خشب زان، إنما إيه أصلي، يريح الجتة ويرم العظم كده ويخليك تحلمي أحلام ما حصلتش. آه والله. ما تيجي بقى يا حسني، لسه بدري على الكلام ده؟ لا بدري ولا حاجة. معلش ما نسيت ضيفك، تشربي إيه؟ حشيش ولا بيرة؟ بيرة. فعلا بيرة مشروب العصر. اتفضلي. قدامك يا ريس. حلو، اتبسط. تعال. اخبار مراد ايه؟ مراد؟ مش فاهم ساعة انت بتقصد. لا كده ازعل منه، انت عارف كويس قوي انا اقصد ايه. يا باشا انا خدامك، وامرني وانا نفذ. طب مراد حبيبك؟ كان يا باشا، كان حبيبي وخلصت خلاص وانا اتعلمت. بمعنى
بمعنى يا باشا ان انا الراجل بتاعك ودراعك اليمين واللي سعادتك تامرني بيه ماشي عليا وعلى غيري من غير كلام. بس مراد لسه بيحبني. مش مهم يا باشا هو يحبني، المهم انا احب مين. صح صح يا جماعه، تامرني يا باشا. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران عليا. هلف وادور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط، أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقه؟ ما قلتلكيش امي عيانه تعالي زوريها ولا ابويا في الجيش؟ صح. عمرك شفتي صدق اكتر من كده؟ لا خالص. بس انا عايز اعرف هي عاليه دي تقرب لك ايه؟ بنت عمي. اصل انا جدي كان نسوانجي وانا بقى طالع له كل شويه يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، بقى ليا في كل حته بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي انت ايه علاقتك بها؟ ياب انت عرفتي ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط وانت بالذات ناوي على ايه وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان، لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس. يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس، عايز اطلع من هنا. وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عمليه جديده، وانا عايز اعرف هي ايه وابقى معاكم. بس عاليه دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عاليه دي. عاليه دي احطها في جيبي. عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفه ان انت ذكي مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور. بس انا مش هقول لك على حاجه خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ أنا هبقول لك تثبت ده ازاي. ألف سلامة عليك، ألف سلامة، ألف القهوة بتاعتي بسرعة. شكلك تعبان. ما نمتش كويس طول الليل. ألف سلامة عليكي. أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة. بس حبيت أجي أقول لك آسفة لو كان حزني ضايقك. معلش هو على طول كده زنان. أصله طول عمره بيموت في الستات الحلو. حصل خير. بس أنا كنت طول الليل بهدي إيهاب. وأقول له إن اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله. بس أنا كان لازم أوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. وأكيد طبعاً إيهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعة عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جداً. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا أنت كلمتيه؟ هو أنا أكلمه ليه؟ علوم هو باعت لك معايا هدية ومستني تكلميه عشان تقولي له رأيك إيه. عن إذنك. ساعة على مين يا بنت؟ ده أنا صايح ساعة متكلفة. ده أنا همستشعر شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ أه والله، أصل الكبير بيعمله ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. مسخرة أوي على دي بلد.
كمال يا انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه عجبتك الهديه؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. بعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكره انا عملت لك البوم سوا، انا عارفه ان انت بتحبي تحتفظي بالحاجات دي قوي مش كده؟ وسيم باشا، وسيم باشا. ايه يا باشا شفت بقى؟ عرفت بقى ان انا اتظبط عليها ساعه الجامعه؟ انا زعلان منك بصراحه. زعلان مني انا ليه؟ بس يا باشا انا هقعد ادور عليك واجري وراك عشان اشوفك ولا ايه؟ احنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن تعالى. ايه الشياكه دي؟ اكيد سينيهات بقى وماركاتو ومقضيها. ما هو انت لو تقولي لنا انت واللهبل اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام. انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا هيني اتجننت ولا ايه؟ دماغي بتوديني وتجيبني هتجنن. يعني مش كنت نزلتك وخلصت كان بقى احسن؟ انا بعيني اتجننت. انا سلبني. يعني يا ترى دلوقتي هو هيقول عليا ايه؟ مش عارفه هشوفه تاني ولا خلاص كده مش هيبقى موجود في حياتي. يا رب يا رب ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه كل ما حاجة حلوة تحصل في حياتي تتاخد مني؟ ليه يا رب؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ مش عارفة يعني هفضل كده في الدنيا تلعب بيا شمال ويمين لحد ما تخلص عليا. يا رب يا رب ريح قلبي بقى. يا رب ريح قلبي. أنا جاي أطمن عليك. إزيك يا بنت يا ليلى؟ ما بتسأليش على أمك فتحية ليه؟ ها؟ والله يا خالتي تعبانة ونفسيتي زي الزفت. طب تعالي. إيه اللي حصل؟ مش خلصتي خلاص من مرات أبوك العقربة؟ الله لا يرجعها. ما عارفه اقول لك يا خالتي، انا قلبي مليان معبي بس الكلام مش عايز يطلع. تبقي خايفه؟ ما هو الواحد ما يسكتش ويكتم في قلبه الا اذا كان خايف او عامل عامله سودا. عندك حق. وانت ايه بقى عملتك؟ ما يا خالتي ما قادره اتكلم. يبقى هتفضلي كده محتاره وواقعه في الغلط ومش هتوصلي لبر الامان. كان في مثل بيقول اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، وانت مش عايزه تتعلمي. يا خالتي ما هي كده بصراحه بقى. انا مش عايزه اسمع حد يقول انت غلطانه. انا زهقت من ان انا اطلع غلطانه. انا كل اللي حصل لي اتحطيت فيه غصب عني. شوفي يا ليلى، انت تسمعي الكلام اللي يتقال لك واللي ينفعك تعمليه، واللي ما ينفعكيش ترميه ورا ظهرك. شوفي يا حبيبتي، انا بيتي مفتوح لك وعمري ما هقفل بابي في وشك. انا حضني يساعدك ويساعد بنات الحاره كلهم. انت بنتي ومهما عملتي هقف جنبك وحسندك. انا همشي وعارفه انك هتجيلي.
غبتي يعني؟ كلمتك كتير وما بترديش، كنتي فين؟ كنت بزور ناس عزاز عليا قوي. بقول لك ايه؟ شكلك كده تعبان، ما تريحي الايام دي شويه وما تشوفيش حد، ايه رايك؟ يا ريت. اول ما عرفت انك موجوده قلت لازم اي اسلم عليك، وحشتيني وحشتيني موت. انا جاي اسالك عن حاجات وعايز اخذ رايك فيها، بس انت قولي لي، انت كنت مختفي فين؟ انت كنت معتكفه؟ صح، مين اللي قالك؟ طالما ما قلتيش للشيخه وحدش عارف انت كنت فين، فقلت اكيد نزلت لهم يمكن. شوفي، انا داخل على صفقه كبيره قوي وخايف اخسر فلوسي، بس لو قلت لي اوكي هخشها بقلب جامد وليكي 20% نسبه. ها قلت ايه؟ اوكي اوكي يا حبيبه قلبي، خلاص هخش الصفقه دلوقتي. الاخت كمان يا سلام، ده ايه الدماغ دي؟ على اني انا انت جواره.